تحتاج الصلاة فعلا كل الجرس ادعم الفيديو بلايك. حلقة النهاردة يا شباب من داخل مصنع الحاج عمرو جبري صاحب مصنع خاص بأعلام الأرانب. طبعا معانا الحاج عمرو طبعا عنده جميع أنواع الأعلام وعنده هنا الشهادة التسويق الصلاة الراجل كله بيسوي الحاجات وكل حاجات عنده. طبعا ده يا جماعه تقسيم الحاجات علي صوتك شويه عشان الصوت علي عشان الصوت تمام بالنسبه للشعير مثلا ده شعير دوينا تمام الشعير بتاع شرق العوينات ده الشعير النظيف الشعير كويس. في ناس بتحب تشتغل بالشعير اللي هو شرق العوينات وفي ناس بتحب تشتغل بالشعير البلدي الشعير البلدي طبعا ايه ده ما هو تعمل معاهم كانك يعني ايه الصويا يا جماعه الصويا 46% 46% في ناس بتحب تشتغل 46 في ناس بتحب تشتغل 44 بس المهم انت تكون الحمل اللي عندك على الضم اللي هي مش مضبوطه تمام. الصويا بقى دلوقتي بقى شغل جامد قوي بقى بالكل والنقط جامد قوي تمام. في ناس بتضرب في الكل جامد في ناس بتضرب في الكل جامد في ناس بتضرب في الكل جامد. المهم ان انت تكون جايب الخامه وتوصل التواصل منه تمام. تكون عارف عندك خبره في الخامه ان الخامه دي مش مضبوطه تمام. لازم تعرف تحط عليها في القرار بيضه وتظبط نفس الشغل عشان تزود 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 على عندك او المكسب تمام. لكن هي مش فاهم معاك الهمه الخماره ما بتشتغل مش فاهم معاك الهمه بتعرف تطلع خبره ولا ايه تمام. هي 46 هنا 44 هي اللي هي الصورة الدولية ده الصورة 44 ودي بيبقى موجود في استمرار صورة الكنانة او صورة المكس وطبيعي الفرق بين ذلك وفوق دي اعلى درجتين شفتي وشفتي دي 46 وده 44 في توم بيحب يشتغل من دي وفي توم بيحب يشتغل من دي تمام. انا عن نفسي بشتغل بال 46 لما اطلع عندي تمام. طبعا انت بقى يا شباب النهارده ايه؟ الرضة درجات. بس اهم حاجه في موضوع الرضة المشكله الاكبر فيها ان هي في المطاحن وهي بتطلع بتحط عليها ميه بتطلع ميه او بعد ما الرضة بتطلع بتحط عليها ميه. المهم ان انت تكون جايب الرضة عارف ان الرضة جايب تكون جايب بتحط عليها ميه عشان ما تعملش مشاكل تانية. دي اول حاجه. ثاني حاجه ان الرضة عندك ما تكونش موجوده باستمرار يعني ما تجيبش رضة بس ولا يتركنش اه ما تجيبش رضة يا ابو السبت تنزل عندك لما يوم الخميس هي رضة بتجيبها ثلاث ايام لذلك احنا بنجيب الرضة يوم يوم تمام. احنا بنجيب احنا عندنا الخامات كلها موجوده بنجيبها 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 الرضة بنجيبها يوم يوم اول ما هي تعمل مشكله بالنسبه للمرضى. طبعا يا جماعه هنوفر برضه هنا جميع انواع الادويه الخاصه بكبس العلف الخاص بالارانب يعني كل حاجه متوفره. اي شخص اي واحد عنده مثلا 10 امهات 20 ام 15 ام عايز يعمل علف خاص بنفسه تركيبه محترمه غير التركيبه اللي بتتباع في السوق يا جماعه. يعني تركيبه العلف اللي بتتعمل في المصنع غير اللي بتتعمل في السوق يعني ده حاجه وده حاجه. اللي عايز يشتغل هنا برضه متوفر عند الحاج عمرو الجبري كل حاجه متوفره عندهم. الاعلام موجوده الادويه موجوده كل حاجه موجوده. انا شايف المصنع بقى في خط السير مع بعض في قلب المصنع في خط السير من الاول الناحيه الثانيه بس انا مش طبعا انا مش شغال يا شباب يا جماعه هي
حسان صاحب اعلام آل حسان الراجل المحترم كل آل حسان ناس المحترمين على فريقها برضه وشرفتها ومواهبها. بالنسبه للعالم برضه يا ابو دربين هو المكتب كده دخلنا نفس الفاتورة دخلنا نفس الفاتورة نفس الفاتورة اللي هي الورق الورق اللي دخلتها ما هو انت كنت بتشتغل معاه وخمسه ده نور يا معلم.
طلع الفول. هذا اللي مش حاجه مش عم تاكل العلب بس الملك ده والعلب ده اللي بيقول العلب طلع ولا احنا عايزين 20 سيجاره 20 رابع اللي احنا شايفينه هو اللي بس عدوا مع بعض.